بكم إخوة الكرام، مرحبا بكم ورمضان كريم، ومرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد وفي موضوع جديد على قناتكم جيل سعيد. الموضوع اليوم هو الدروس الخصوصية أو السوايع الإضافية أو السوايع ديال الدعم، سموها كما بغيتو. المهم هذا الموضوع حتى فوق ما تطرح إلا تينوض بزاف ديال الحجاج. سيت موضوع ديال البوليميك، تلقاو الناس اللي ضد وتلقاو الناس اللي مع، وكاين الناس اللي ما عندهم حتى علاقه واخا هكاك تعطيو الراي ديالهم. السؤال الاضافي اللي خصنا نعرفوه انها كاينه في العالم كامل ماشي غير في المغرب. السؤال الاضافي راه بشحال هادي، ولكن السؤال الاضافي في جميع دول العالم تلقاو السؤال الاضافي، تلقاو اباء سواء ميسورين ولا ماشي ميسورين وباغيين ان ولادهم يقراو تيديروا لهم السؤال الاضافي. علاش الناس يديروا السؤال؟ واش لحقاش الاساتذه ما تيقراوش مزيان؟ واش لحقاش المدرسه زعما ما تقراش مزيان؟ ولا كاين فرق ما بين المدرسه الخصوصيه والمدرسه العموميه؟ كل هذه اسئله اللي واحد ممكن يطرحها. علاش اخويا لازم ندير الدروس الخصوصيه؟ فوقاش خصني ندير الدروس الخصوصيه؟ هذا سؤال مهم. اي اب ولا اي ام خصو يعرف فوقاش يدير الدروس الخصوصية لولادو، ماشي غير سو لي موضة. راني غادي ليتود، عندي لي زيتود، عندي السوايع، ونتفاخر قدام الجيران بلي ولادي تيدير السوايع في الماط، وتيدير السوايع في الفيزيك، وتيدير السوايع في الفرنسية، وتيدير السوايع غير الصورة قدام المجتمع. لا، انا راه تتخرج على ولدك تتعلمو العكز. انا خصو نكونو شوية واعيين بدروس الدروس الخصوصية. فوقاش انا كأب ولا كأم خصني ندير السوايع لولادي؟ لهذا انا اليوم غادي نحاول نميز لكم ما بين ثلاثه ديال الحالات اللي ممكن انني ندير فيها السوايع لولادي. الحاله الاولى وهي الحاله اللي صعيبه بزاف والتي تدي بالاطفال ديالنا والابناء انهم يتركوا المدرسه كاع يديروا نقص، وهو من يكون ولدي عنده تاخر. شنو هو التاخر؟ التاخر سيدي انه ولدك مثلا هو راه يدخل الاعدادي وما عارفش داكشي اللي كان خصو يعرفو في مثلا في الابتدائي. جاي ما عارفش مثلا بحال انه يقرا ابتدائي، يقرا الاعدادي مثلا وما تيعرفش يقرا النص، ما يعرفش دي شيفري، ما يعرفش يقرا، ولا ما تيعرفش لا كونجيكيزون مثلا، ولا ما تيعرفش الحساب مثلا، يعني ما يعرفش يدير الحساب الناقص ولا الزائد. ولا هنا تنقول بلي عنده تاخر. فوقاش نقول تاخر؟ لانه ما يكون شي حاجه كان خصو يكون تعلمها وزاد لواحد المستوى كبر وما كان ما عارفهاش. هنا تكون مع الوقت ولا كومولاسيون ديال الدروس وديال ديال ديال المهارات وديال ديال التعلمات، تلقاو انه دائما تيكون عنده لو مونك، عنده ناقص شي حاجه ناقص. علاش؟ لحقاش عنده تاخر، ماشي بحالو بحال الزملاء ديالو يعني في نفس المستوى. تنقولوا هذا مجتهد، هذا تيقرا مزيان، راه ماشي لحقاش هذاك ذكي وهذاك غبي. لا، ما كاينش شي تلميذ غبي، لكن تلاميذ عندهم تأخر. وخصنا نفهموها حنا آباء وأساتذة ومجتمع وكذا، خصنا نعرفو بلي أن تلاميذ عندهم تأخر، وغالبا التأخر تيجي من الابتدائي. تعرفو واحد تلقى مثلا في الإعدادي، حنا عندنا مثلا أنا كأستاذ الإعدادي وتنقرا اللغة الفرنسية، تلقى أن التلاميذ تيجيو عندي السبعة مثلا ما عارفينش يشيفخي ولو تاكس، ما عارفينش يقراو لو تاكس. ودخلنا عليكم بالله الناس اللي تيقولك اسيدي ما دير ولادنا ما يديروش السوايع. دابا انا هذا غنرجع معاه ندير معاه هذا الشيء في الخارج، نرجع معاه ونقول له كي تنقراو ا مع او، وكي تنقراو او مع او، ما يمكنش دير معاه هذا الشيء. اذا هذا الطفل هذا ولا هذا التلميذ هذا يعني متاخر، دونك خصني نجي للاستاذ اللي غيدير له الدعم، نقول له نشرح له المشكل بالتفصيل. اودي ولدي ما تيعرفش يقرا، اودي ولدي ما تيعرفش يكتب جمله بالفرنسيه، اودي دونك خصني نحدد له شنو المشكل ديال ولدي، ماشي غير يدير له الدعم. راه كاين اللي تيجي الدعم تيدير له غير تمارين، تيخرج له التمارين ونتلقاوهم، تمشي تعطي للتلاميذ التمارين ديالهم في الدور، تمشي تلقى عنده داكشي صحيح، وانت عارفه بلي على المستوى ديالو مستحيل انه يجاوب بديك الطريقه. انا نمشي عند السيد اللي غنتفاهم معاه نقول له ولدي دير لولادي السوايع، نقول له ولدي عنده تاخر، راه ما عندوش نفس المستوى ديال الاقران ديالو، دونك عافاك خدم معاه لي باز،
معاه لي باس، يعرف يكتب جملة بالعربية بطريقة صحيحة، يعرف يحسب مثلا، يعرف يكتب جملة يفرق ما بين لو سوجي ولو فيرب، يكون جملة بالفرنسية. هذا تنهضر على التأخر. الحالة الثانية وهي تكون أقل حدة، اللي هي ملي تيكون عند ولدي تعثرات. ها تنهضروا على التعثرات. شنو هي التعثرات اسيدي ام مولاي؟ التعثرات هي انه ولدي تيكون في واحد الجزء في واحد الدرس ما فهموش مزيان. التعثرات هي انما تيكون ولدي قرا واحد الدرس وين يمكن واحد الجزء اللي ما فهموش مزيان. هنا تنقول بلي ان ولدي عنده تعثرات. هاد التعثرات الدعم اللي يقدر يديرو الاستاذ مثلا، ولا المراجعه اللي يقدر يديرها الاستاذ داخل الفصل، ممكن انها تحل المشكل، ولكن مع الوقت اصلا ما كاينش الوقت صراحه باش دير تاخذ واحد العينه ديال التلامذه ودير معاهم الدعم. لذلك الاباء ولا الوليدات اللي تيحسوا براسهم، ولا الاباء اللي تيواكبوا ولادهم وتيصاحبوهم وتيعرفوا انهم عندهم ما فهمش واحد الجزء في واحد الدرس، ممكن يمشي عند واحد الاستاذ يقول له اودي راه ولدي راه ما تي عنده سرعة التعلم ديالو شوية بطيئة، راه ما تيقدرش يواكب، ما تيفهمش الدرس كامل، يا اما تيكون عنده واحد النقص في شي حاجة. عافاك ما شرح له هذه القضية وشرح له هذه القضية هذه ما فهمهاش، ولا يعاود معاه الدرس من الاول، ماشي عيب يعاود معاه الدرس من الاول ويفهمه. وغالبا هاد التعثرات كما قلت عندها علاقة بسرعة التعلم، يعني ولدي ما تيتعلمش بسرعة. واحد القارين ديالو ولا الصديق ديالو تيتعلم بسرعة تبارك الله، المقومات العقلية ديالو والذكاء اللي عطاه الله تيكون تيتعلم بسرعة. أما ولدي ماشي غبي، لا، ولكن غير ما تيتعلمش بسرعة. هنا غادي نمشي ونقول للأستاذ أودي عاود عافاك مع هذا الدرس، دير معاه التمارين، ماشي يدير له التمارين، يدير معاه التمارين باش يفهم داك الشيء. الحالة الثالثة واللي غالبا هذه تيكون كما تنسميوها خضرة فوق الطعام، ولا انه هو بعض الاباء تيبغيو ان ولادهم يكونوا متميزين بزاف ويجيبوا نقاط، واللي مثلا داير راس من ولده فين انه غيقرا مثلا، غيمشي اقسام تحضيريه، ولا مثلا غيمشي لينسا، ولا مثلا تيعرف ولده فين باغي يوصل، تيبغي ان ولده يبازيه مزيان. هنا تنسميهم دروس خصوصيه ولا دروس دعم خاصه بتقويه التعلمات، بان ولدي فاهم درس ضابط ما عنده حتى شي مشكل، سرعة التعلم ديالو مزيانة، ولأن تنبغي نبازيه. ماشي باش يجيب لي النقطة الأولى، لا، باش أنا ولدي من يدوز داك الكونكور، ولا من يدوز من يبغي يدخل لديك المدرسة يكون عنده لا باز مزيانة. ولكن غالبا غالبا الآباء تيهملوا هاد القضية هادي، واللي هي مهمة بزاف، اللي راسم الواحد المستقبل لولادو، ولا أي شي تلميذ مثلا باغي يبغي يولي مهندس، باغي يولي طبيب، ولا خصو يقوي التعلمات ديالو، راه ماشي لحقاش يدير السوايع لحقاش ما فاهمش، لا، تيوجد راه تيوجد لواحد المستقبل، تيوجد لواحد المدرسة، خصو ديك المدرسة مثلا تيتنافسوا عليها تلاميذ من دول كثيرة، تلقى جاي من السنغال، تلقى جاي من تونس، جاي من الجزائر مثلا، ولا شي جامعة دولية ولا شي حاجة تيبغي يتنافسوا عليها. ويعني باش يولي يتنافس على هذيك المؤسسة راه خصو يكون عنده لا باز مزيان، باش ولدي يدخل في واحد مثلا سيفتو لبرا يقرا خصو يكون عنده مستوى مزيان. دوك هنا خصني ندير له دروس خصوصية في تقوية التعلمات. ايوا شتو راه الدروس الخصوصية راه ماشي سهلة. شي تيقولك الدكاكين، اخويا واش من دكاكين على الشيطان، انت غداوي انت ما فهمت لعبة تقول له الدكاكين، واش من دكاكين؟ واش تعرف تميز ما بين التعثرات والتأخر وتقوية التعلمات؟ واحد تيبقى غداوي. بغيتي دير لولادك السوايع تعرف بعدا ولدك شنو عنده، سير عند الاساتذه ديالو سولهم قول لهم مال ولدي، مال المشكل، علاش جاب اخويا جوج في الماط، علاش جاب سته في الفرونسي، شنو المشكل ديالو؟ ايوا كاودي ولدك راه عنده تاخر. وشنو المعمول؟ ايوا خصك دير له السوايع الاضافيه. ويني خصك تشوف شي واحد وتشرح له تقول له ودي راه ولدي عنده تاخر، عافاك خدم معاه التاخر، ولدي عافاك عنده التعثر خدم معاه التعثرات ديالو، انا ولدي عافاك بغيت نوجدو انه يمشي هذا يمشي لهذا المعهد، ولا يمشي لهذا المدرسه، ولا يمشي عافاك باصيه لي مزيان. صح حنا تنتحملو مسؤوليه كبيره صراحه باعتبارنا اباء وامهات، خصنا نراعيو هاد القضيه صراحه. هاد الدروس الخصوصيه مهمه بزاف الاولاد ديالنا، ولكن خصنا نعرفو فوقاش نديروها.
نعرفوا فوقاش نديروها ونعطيوها الأهمية ديالها. وكيف العادة إلا عندكم شي ملاحظات وإلا عندكم شي تعليقات، ما تنساوش أنكم تخليوهم لنا في لي كومونتير، واشتركوا في القناة وفعلوا جرس وديروا لنا لايك ولا باش تشجعونا شي شوية. ونتلاقاو إن شاء الله مرة أخرى في فيديو جديد وفي موضوع جديد.